أهلا بكم في نشرة تعليمية جديدة على قناة مدرستنا 3، والبداية دائما بأبرز وأهم العناوين. وزير التربية والتعليم يصدر كتابا دوريا لمنع كافة أشكال العقاب داخل المدارس. ضوابط مشددة لتنظيم النشاط المدرسي، وتعليمات عاجلة للتصدي للشائعات وتحسين الظهور الذهنية عن المدارس. وزير التربية والتعليم يشارك في مؤتمر ركائز بالشارقة ويبحث مع نظيره البحريني ملفات التعاون المشترك. وزارة التعليم العالي تعلن قبول 71 ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة. وزير التربية والتعليم يصدر كتابا دوريا لمنع كافة أشكال العقاب داخل المدارس. الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أصدر الكتاب الدوري رقم 36 بشأن متابعة حسن سير العملية التعليمية، مشددا على منع كافة أشكال العنف والعقاب البدني والتنمر داخل المدارس وتطبيق لائحة الانضباط والنشاط المدرسي. وشدد الوزير من خلال الكتاب الدوري على المتابعة الجادة والمستمرة لمديري المديريات ومديري العموم ووكلاء الإدارات في المدارس للعملية التعليمية بكافة عناصرها بصورة يومية، وتكليف مدير المدرسة بإعداد تقارير عن حالة المدارس بصورة دورية، وطالب بتكثيف الإشراف اليومي بالمدارس أثناء دخول وخروج الطلاب وخلال فترة الفسحة، وتكليف مديري المدارس بعقد اجتماع مع المعلمين، وذلك لتحديد الأدوار والمسؤوليات بكل دقة والتوقيع عليها. ونص الكتاب الدوري أيضا على توزيع الطلاب أثناء الدخول والخروج من المباني المدرسية على عدة مخارج، وذلك منعا للتكدس وحفاظا على سلامة الطلاب. كما نص الكتاب الدوري على عدم تشغيل أي مدرسة يوجد بها صيانة إلا إذا كانت الأوضاع بها آمنة. ووجه الوزير المديريات والإدارات التعليمية بالمدارس بإطلاق أسماء المتوفيين من المعلمين والطلاب والطالبات على أحد المباني أو الفصول الدراسية أو المدارس، وذلك بعد التنسيق مع المحافظ المختص تكريما لهم وتخليدا لذكراهم. تعليمات عاجلة من التعليم للتصدي للشائعات وتحسين الصورة الذهنية عن المدارس. كشفت وزارة التربية والتعليم عن تعليمات جديدة وعاجلة تم إرسالها لمديريات الإدارات التعليمية تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية عن المدارس. وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على جميع المديريات والإدارات التعليمية أيضا على ضرورة محاربة الشائعات، وذلك لما لها من تأثيرات سلبية على استقرار العملية التعليمية، مع تحري الدقة والمصداقية التامة في كل ما يصدر عن المؤسسات التعليمية. كما قرر حظر استخدام التليفون المحمول المزود بكاميرا وبرامج الألعاب نهائيا في المدارس في العام الدراسي الجديد. وقال وزير التربية والتعليم في خطاب رسمي عاجل لجميع المدارس: يسمح فقط بالتليفون المحمول غير المزود بكاميرا بشرط عدم استخدامه أثناء الحصص الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين وتوقيع عقوبات على المخالفين. الاحتفال بعيد المعلم خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري. وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالاحتفال بعيد المعلم خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري وتكريم الصفوة المتميزة منهم حتى يكونوا مثلا أعلى وقدوة لزملائهم. وشدد الوزير في الكتاب الدوري رقم 36 على ضرورة العناية والاهتمام بالطلبة والطالبات من ذوي الهمم بمدارس التربية الخاصة ومدارس الدمج في جميع مدارس الجمهورية، وذلك حتى تتاح لهم الفرصة كاملة مثل زملائهم الأسوياء وتبني مبادرة لتعلم ثقافة ولغة الإشارة البسيطة. كما شدد الوزير على الاهتمام بالقراءة والكتابة بالطريقة الصحيحة بداية من الصفوف الأولى، وتنظيم مسابقات بين الفصول والمدارس والإدارات في جميع الجوانب العلمية والرياضية والفنية والثقافية، وتكريم الطلاب الفائزين.
ووجه الوزير بتنظيم ندوات توعية بخطورة الألعاب الإلكترونية على الطلاب والإبلاغ الفوري عن حدوث أي طارئ والتواصل المباشر مع الوزارة، بالإضافة إلى تنظيم مواعيد محددة لمقابلة أولياء الأمور وتفعيل المناهج الإلكترونية في جميع مدارس الجمهورية. التربية والتعليم تخطر المديريات بخطة اتحادات طلاب المدارس وتطالب بتفعيل دورها. الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وافق على خطط الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسي الحالي، وأرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، أكدت فيه أن الخطة تتضمن لقاءات عبر الفيديو كونفرنس لتفعيل دور الاتحادات الطلابية والريادة في إطار الموضوع المحوري الاتحادات الطلابية والمشروعات القومية في ظل الجمهورية الجديدة. ووجهت الوزارة الأجهزة المختصة بالمديريات والإدارات التعليمية بالتأكيد على ضرورة حضور المستهدفين من اللقاء، وهم موجه عام التربية الاجتماعية وموجه عام الاتحادات الطلابية بالمديرية والموجهين الأوائل للتربية الاجتماعية والموجهين الأوائل للاتحادات الطلابية وجميع الأعضاء الفنيين بالاتحادات الطلابية بالمديرية والإدارات التعليمية ومستوياتها المختلفة. تحت شعار التعليم المستدام هو المستقبل، وزير التربية والتعليم يشارك في مؤتمر ركائز بالشارقة. الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم شارك في فعاليات مؤتمر ركائز بدورته الثالثة تحت شعار التعليم المستدام هو المستقبل، والذي ينظمه مجلس الشارقة للتعليم اليوم وغدا الخميس بحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ونائب رئيس المجلس التنفيذي ورئيس مجلس الشارقة للإعلام، والدكتور أحمد بهلول الفلاسي وزير التربية والتعليم بدورة الإمارات. وقدم الوزير عرضا في الجلسة الرئيسية لجهود الدولة المصرية في تطوير العملية التعليمية، وقال إن الوزارة أطلقت النظام التعليمي الجديد لتزويد الطلاب بالمهارات المستقبلية وبدأت في وضع إطار للمناهج الجديدة، وأكد أن الوزارة لديها خطة طموحة لتغيير باقي المناهج بمختلف المراحل الدراسية. واستعرض الوزير أيضا آليات تحقيق التكامل بين التكنولوجيا والتعليم خلال العام الدراسي الحالي من خلال تطبيق فترات المشاهدة لقنوات التعليمية مدرستنا 1، 2، 3 بمختلف مراحل التعليم. وزير التربية والتعليم يلتقي نظيره البحريني لبحث ملفات التعاون المشترك. وعلى هامش مشاركته في مؤتمر ركائز بالشارقة، التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة ملفات التعاون المشترك بين الدولتين في مجال التعليم وتبادل الرؤى والخبرات. وشارك الوزير في افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، كما زار مكتبة بيت الحكمة وتضم مئات الآلاف من الإصدارات في مختلف التخصصات بلغات مختلفة. وزارة التعليم العالي تعلن قبول 71,000 طالب بالجامعات الأهلية والخاصة. استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا حول إحصائيات القبول بالجامعات الأهلية والخاصة للعام الدراسي الجديد، وأكد التقرير قبول 71,000 طالب وطالبة بالجامعات الأهلية والخاصة هذا العام بنسبة 13% من إجمالي عدد الطلاب الناجحين بالثانوية العامة. وأوضح التقرير تزايد نسب تقدم الطلاب للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية والبالغ عددها 12 جامعة. وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية بلغ 70,000 طالب وطالبة، فضلا عن الطلاب المتقدمين من الشهادات المعادلة، وتم قبول 11,500 طالب وطالبة في هذه الجامعات
وفقا للأعلى مجموعا، وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين وطبقا للبرامج الدراسية التي أتاحتها الجامعات كمرحلة أولى. كما أكد التقرير ارتفاع نسب القبول هذا العام بالجامعات الخاصة مقارنة بالعام الماضي بإجمالي عدد طلاب بلغ 53 ألف طالب وطالبة. وزير التربية والتعليم يشهد الحفل الختامي لبطولة شمال إفريقيا. شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الحفل الختامي لبطولة دوري شمال إفريقيا للمدارس، والتي أقيمت باستاد الدفاع الجوي ب 30 يونيو بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة القدم. وحرص الوزير على تهنئة الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في البطولة، وجاء ترتيبها بالنسبة للبنين: تونس في المركز الأول، أما الجزائر فجاءت في المركز الثاني، ومصر جاءت في المركز الثالث. وبالنسبة لترتيب الفرق المشاركة بنات، فجاءت المغرب في المركز الأول، وتونس في المركز الثاني، ومصر في المركز الثالث. وصلنا لنهاية نشرتنا التعليمية على قناة مدرستنا 3. نشكركم دائما في أمان الله.